يقول بالنسبة لشهر ذي القعدة هل هو من الأشهر الحرم؟ نعم، نحن الآن في الأشهر الحرم التي قال الله تبارك وتعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم. هذه الأشهر الحرم اللي هي ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب، هذه محرمة منذ خلق الله السماوات والأرض، يعني ليس حديثا. ومعنى محرمة أي أن الذنب فيها أعظم من الذنب في شهر شوال، وأعظم من الذنب في شهر جمادة وفي ربيع أول وفي صفر وفي رمضان. هذه الأشهر الحرم معظمة عند الله تبارك وتعالى، وذاك الله تبارك وتعالى قال يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قال قل قتال فيه كبير، أي من الكبائر. فالأشهر الحرم نحذر، كما أننا نحذر في رمضان، كثير من الناس في رمضان تقل معاصيهم بحجة أن رمضان غير وكذا وهذا فيخفف من المعاصي، وبعضهم حتى يمتنع من شرب الخمر وإن كان هو مدمن على الخمر يمتنع في رمضان، أو يتعامل بالقمار يمتنع في رمضان. هذه الأشهر الحرم أهم من رمضان، هذه محرمة عند الله، معظمة عند الله تبارك وتعالى، والذنب فيها معظم والعياذ بالله. في هذه الأشهر الحرم ذي القعدة وذي الحجة ومحرم